بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من سلسلة دروس لغة البرمجة جافا. اليوم إن شاء الله غنستمروا في الشرح ديال لي فيشي. الطريقة اللي كنا كاتبين بها الكود ماشي عملية، لأنك يمكن تبغي تكتب في الفيشي ديالك عدة مرات في البروغرام ديالك، فهنا يستحسن أنك تدير الكود ديالك في أون ميثود وتبقى دير لابي ديال ديك لا ميثود فين ما تبغي تكتب في الفيشي ديالك. إذن هذا الكود هذا كامل خصني نخرجو ونديرو في اون ميثود. غنجي لتحت ونكريو اون ميثود. انا غنخرج برا المين بيبليك ستاتيك void، نسميو الميثود ايكخيغ دون فيشي، وهاد لا ميثود غتاخد ثلاثة ديال لي بارامتر. البارامتر الاول غيكون شين دو كاركتير، فغندير سترينغ نسميه فيشي. واش غنديرو فيه هذا؟ غنحطو فيه لو شوما ديال الفيشي ديالنا، يعني هاد لو شوما هذا غنخزنوه في هاد الفاريابل فيشي، هاد البارامتر فيشي. البارامتر الثاني تا هو غيكون تيب دو تيب شين دو كاركتير، غندير سترينغ نسميه ميساج، وهذا غنحطو فيه الميساج اللي بغينا نكتبو في الفيشي ديالنا اللي هو مثلا هذا. و البارامتر الثالث غيكون دو تيب بوليان، غنسميه اجون. واش غندير فيه هذا؟ غنحطو فيه ترو ولا فولس على حسب واش باغي نزيدو الميساج على المحتوى ديال الفيشي ولا باغي نمسحو الفيشي ونديرو بلاصتو الميساج جديد، كيما شرحنا في الفيديو اللي داز، الفيديو السابق. الو غنجي دابا وغنهز هاد الكود كامل كونترول اكس وغنحطو في وسط لا ميثود ديالي، وهنا دار ليا ايرور لان هنا الشاند كاركتر مسميها فيشي وتا لوبجي من لا كلاسفاي تا هو مسمي فيشي، فانا نسميها دا اف غير باش نحيد هاد ليرور مزيان. وهنا فاش غنبغي نعيد دابا على هاد لا ميثود غندخل ليها لو نون ديال الفيشي هنايا. اذا هاد الفيشي هذا هو اللي غنحطوه هنايا في الكونستركتور ديال لوبجي فايل، على حساب الفيشي اللي دخلتيه هنا هو اللي غيدير عليه الخدمه هنا. مزيان، هادي وحده. وبلاست فولس هنايا غنديرو هاد اجو، وهاد اجو غندخلو فيها يا اما ترو يا اما فولس، وبناء على غي يكري هاد الفايل رايتر دونك اجو. وفي البرينت الان هنا ما غنبقاش ديما ناجوتي هاد الميساج، غناجوتي الميساج اللي عطيناه هنا، لان هاد الفاريابل هادي هي اللي غتحط في البرينت لاين هنا. راه كتلاحظو هنا داير ليا اون ايغور، علاش؟ لان حنا كنا سكتنا هاد ليغور هاد ليكسيبسيون، هاد ليغور اللي تجي كنا سكتنا بات تروز ايو اكسبشن، وكنت هادي شرحتها لكم قلت لكم بان لا ميثود مين ما كتجيريش ديك ليغور ولكن كترميها كتقول خلي شي واحد اخر يجريها. الوغ دابا ما نحتاجش هادي، غنحيدها من هنا، وهنا غنجيري هاد ليغور هادي، ما عنديش تروز دابا خصني نجريها. الوغ غنجي لهاد الكود كامل وغنخشيه وسط تراي كاتش، فنجي هنا ندير تراي نحل لاكولاد، نجي هنايا مورها ونسد لاكولاد، ندير كاتش ندير ايو اكسبشن، يعني هنا درت ليه النوع ديال ليغور اللي يقدر يديرو، انه ان ليغور من نوع ديال ايو اكسبشن، يعني ليغور مرتبطة بلي فيشي، هذا هو نوع ديال ليكسبشن اللي يقدر يدير لينا هاد الكود هذا. وهنا البارامتر نسميه او وندخل كما درنا في المره اللي فاتت، ندخل وسط الكاتش وندير او برينت ستاك تريس باش يافيشي لنا النوع ديال ليغور اللي غي جينيري. وهكذا نكونو سالينا لا ميثود ديالنا. خصني غير ندير ليها لابيل في المين دابا، غنجي للمين وغندير لو نون ديال لا ميثود اكخيغ، وهو كمل ليا بيلي بانني خصني ندير 3 بارامتر، فهنايا غنعطيه لو نون ديال الفيشي ديالي، غندير fichier.txt. هنايا غنعطيه الميساج اللي بغيتو يتاجوتا، فغندير ليه بونجور يوتيوب باغ اكزومبل، وهنا غندير ليه ترو. ما معنى ترو هنا؟ يعني كنقول ليه خلي داكشي في الفيشي وزيد ليا عليه هاد الميساج، داكشي اللي كان في الفيشي خليه وزيد ليا عليه هاد الميساج. الا درت فولس غيسوبريمي داكشي ويدير بلاصتو بونجور يوتيوب. او كتلاحظوا الفيشي ديالي راه فيه هادشي من الفيديو اللي داز، فغندير اكزيكوتي فغيطلع هو خلى لي داكشي وزاد لي عليه الميساج اللي زدت. الا بغيت نعيط على الميثود ديالي اون اوتر فوا فغنجي
une copie de la ligne ID, CTRL C, de CTRL V, le même fichier de Brinzid V, on a un deal Java pour débutants. On a un deal false maintenant. Je n'aurai pas de false. Je vais me dire que je oui, et à vous donner Java cours pour débutants. Donc, j'ai le fichier, on exécute le programme. كتلاطاو ومسح كلشي وكتب لي غير هذا الميساج. الا بغيت نخلي داكشي فغندير نترو. فشنو غيدير؟ غي افيشي ليا بونجور يوتيوب ومن بعد افيشي هادي هو انتما كتلاحظوا هو جافا كور بور ديبيتون بونجور يوتيوب جافا كور بور ديبيتون. اذا خلى لي داكشي اللي كان مكتوب اللي هو هذا واجوت عليه هادشي. اذا البروغرام ديالنا دابا ولا بلي براتيك. إذا بغيتي تكريي ان فيشي كاع يمكن لك تجي هنا ودير لو ميم كود وهنا ندير ان نوتر نون ديال فيشي فغيكريه ليا ويزيد ليا فيه. فغندير مثلا فيشي 2.txt نكومونتي هادشي ما بقيتش باغي هاد الفيشي هذا. اه ونخدم دابا البروغرام ديالي فغيكريي ليا ان فيشي 2 وعادي اجوتي فيه هاد بونجور يوتيوب وترو معناها انه غي يزيدها على داكشي اللي كاين اصلا في الفيشي. بما ان الفيشي جديد فما غيزيد على حتى شي حاجه. اذا غير غيكري هذا الفيشي ويزيد فيه هاد بونجور يوتيوب. دونك نيكزيكوتي الكود ونجي هنايا نمشيو للفايلز فكتلاحظوا هو كري لي ان فيشي في سميتو فيشي 2 الى حليتو ها هو دافي بونجور يوتيوب. الا درت عاوتاني اكزيكوتي ها هو بقى يزيد لي بونجور يوتيوب. ما حد يدير هنا ترو. الى جيت هنا ودرت فولس اكزيكوتي الكود ومشيت لفيشي 2 ها هو حذف داكشي اللي كان وكتب لي بونجور يوتيوب. اذا شنو يطرا في هذا الفيديو هذا؟ تحسين اللي طرا اننا كنكريو دابا اون ميثود وفي ما نبغي نزيد في ان فيشي ولا نكري ان فيشي ندير غير لابي ديال هاد لا ميثود هادي. ما نبقاش ديما نعاود نفس الخدمه. كندير غير لابي ديال لا ميثود وندير لو نون ديال الفيشي سواء كان او بغي نكريه وندير لو ميساج اللي باغي نكتب في الفيشي وندير هنا الحاله اللي اختاريت. واش اختاريت انني نحذف المحتوى ونعوضو او اختاريت انني نزيد فوق المحتوى اللي كاين في الفيشي. كنتمنى المسائل تكون واضحه وكنكونوا سالينا مع الكرياسيون ديال الفيشي والكتابه ديال الفيشي. والمرحله الجايه ان شاء الله غندوزو كيفاش نقراو اشنو كاين في ان فيشي. نشوفكم في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمه الله.